نشرة أخبار التاسعة من قناة الجزيرة في قطر، معكم رولا إبراهيم من الدوحة ومن كابول عبد السلام محمد. والبداية بالعناوين: انطلاق أولى الرحلات الجوية الداخلية من مطار كابول منذ الانسحاب الأمريكي على وقع تواصل عمل الفرق الفنية القطرية لإعادة تأهيل المطار، وسفير قطر لدى أفغانستان يؤكد استئناف الرحلات الدولية قريبا. مبعوث وزير الخارجية القطري يبحث في كابول مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان جهود نقل السلطة سلميا وتشكيل حكومة أفغانية شاملة. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحث في الدوحة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، ويعلن عن مؤتمر دولي في جنيف تنظمه الجهات المانحة للاجئين الأفغان الأسبوع المقبل. بعد إعلان انهيار المحادثات مع النظام السوري في درعا، لجنة المفاوضات عن الأهالي تطالب المجتمع الدولي بضمان خروج آمن للسكان، ونظام يمهل المقاتلين لمغادرة المدينة. ويتحول مشاهدينا في البداية إلى عبد السلام محمد ونافذة جديدة من كابول. عبد السلام، نحن معك. شكرا لك رولا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة الأفغانية كابول. أهلا بكم مشاهدينا في مستهل هذه النافذة، نتابع أوضاع مطار كابول وأيضا الأوضاع السياسية مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا صهيب.